حال الطقس على EFM. عسلامة عسلامة، مرحبا بكم. هذا حال الطقس على راديو EFM لنهار الأربعاء 15 ماي. في تونس الكبرى برشا شمس وشوية سحاب، التمبيراتور 26 درجة والريح مودغي. في الليل تقعد السمام صحبة دوب، الليش الريح مش قوية والحرارة تولي 18 درجة. بنزرت السماء فيها دوب الليش ترايف سحاب، الريح معتدلة والحرارة 25 درجة. هذا في النهار. في الليل الحرارة بين 18 و 19 درجة، الريح تولي ضعيفونة والسماء يقعد فيها دوب الليش ترايف سحاب. في نابل برشا شمس وشوية سحاب، الريح ضعيفة في الليل كما في النهار، الحرارة في النهار 23 درجة وفي الليل 18 درجة. في جابس الدنيا سخونة 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 سخونة، توصل حتى ل 35 درجة وتسحب شوية سماء، الريح مش قوية، ماكسيموم تاعها 18 درجة، وفي الليل 27 درجة الحرارة وشوية سحاب والريح ما تقويش. لو كونساي دو جور، ننصحكم ديما تحطوا التمبيراتور في الفريجيدير 5 درجات وإلا 18 درجة في الكونجيلاتور، وكل درجة تنقص ولا تزيد راهي تزيد 5% من الكونسوماسيون ومن الفاتورة. دونك ماذا بينا ديما نفخطوا الفريجيدير متاعنا؟ من الفريغو نتعداو ديريكت لندرا، وين نلقاو في النهار التمبيراتور 12 درجة وفي الليل 0 درجة جملة واحدة، والسماء ما فيهاش برشا صحاب والريح مش قوية. من لندرا نرجعو لتونس، نفكركم اللي التمبيراتور 26 درجة، الريح معتدلة وفما شوية تونس حب، ما يقلقش فما برشا شمس محليها. كان هذا حال الطقس على راديو EFM 100.6. بسليمة حال الطقس على EFM.